السلام عليكم، يعطيكم العافية. أوكي، رح اليوم وعليكم نكمل. السلام على الدكتورة. هلا فيكم. رح نكمل في المحاضرة. آخر شيء شرحنا الاكسبريشنز أو المعادلات بشكل عام. حكينا إنه الاكسبريشن بنعتبرها جملة، لكن مش كل الجمل بنعتبرها كاكسبريشن أو كمعادلة. هلا وصل لي من بعض الطلاب انه الماده شوي صعبه مبدئيا، لانكم لسه جداد على الكمبيوتر، لسه جداد على شيء اسمه برمجه. بس بدنا نمشي شوي بالشابتر الاول لحتى تبلشوا تستوعبوا وتربطوا المعلومات مع بعضها وتصير الامور تمام بالنسبه لكم. هل في اي استفسار لغايه الان على اي نقطه حابين نعيد شرح عليها، نحكي عنها بالتفاصيل اكثر؟ طيب، آخر شيء حكينا عن الاكسبريشن، اليوم بدنا نكمل من عند السلايد اللي بعده اللي هو الكونتينيويشن. شو يعني كونتينيويشن؟ إنه أنا في عندي جملة كتير طويلة ما بدي أكتبها كلها في سطر واحد، أنا بدي أنتقل وأكمل كتابتي في السطر اللي بعده. فبهي الحالة بالبايثون ما بيفهم إلا إذا استخدمنا الباك سلاش أو إشارة القسمة اللي إحنا شايفينها. فإذا أنا استخدمت هذا الخط المائل رح يفهم أنه الجملة السابقة والجملة اللي بعدها تابعين لبعضهم البعض والبرنامج بكمل بطريقة سليمة. كيف البرنامج هذا رح يكون؟ كالتالي، خلينا نأخذ بس كوبي ونشوف كيف بيتعامل معها في البايثون. أوكي، فإذا أخذنا البرنامج زي ما هو، بس مشان نفهم شو يعني line continuation، رح أغير عليه شوي بالشكل هذا لحتى إنه البرنامج يبلش يحكي لي إنه أوكي ولا مش أوكي. فإذا أنا الجملة بدي أكتبها كلها على سطر واحد، نقدر نكتبها بالشكل هذا: This is a test of continuation. طيب، أنا شفت إنه السطر كتير طويل، يعني إجيت هون ضفت حروف، ضفت فراغات، ضفت أرقام، خلينا نضيف أي شيء من الكيبورد إحنا بنشوفه مناسب، رموز بالشكل هذا. طيب، أنا كيف بدي يتعامل لي معها؟ طيب، أنا ما بدي إياها تضلها تكتب على سطر واحد، هاي بدي أحط كمان إشارات فراح تصير تمشي كثير لقدام. أنا ما بدي أكملهم كلهم على سطر واحد، أنا بدي أقسم الجملة لقسمين الآن. فإذا أنا بدي أقسم الجملة لقسمين، معظمنا راح يروح يعمل لي إنتر بالشكل هذا. مباشرة راح يعطيني إكس على هي الجملة، إنه هاي الجملة وهي الجملة مش تابعين لبعض، مش عم بيفهم. إذا أنا حاولت أنفذ البرنامج مباشرة بيعطيني إنه في عندي خلل والسترينج أو النص اللي أنا عم بكتب فيه مشكلة كبيرة. طيب، كيف بدي أحل هاي المشكلة؟ حكينا بدنا نستخدم الباك سلاش الموجود عندي بالشكل هذا. طبعاً لسه المشكلة موجودة إذا أنا عملتها بالشكل هذا. طيب، كيف الحل الآن؟ الحل انه انا ارجع على اللي موجود عندي في السلايدات، فانا بدي احط دبل كوتيشن هون واحط دبل كوتيشن على الجمله اللي بعدها. بهي الحاله ممكن انه يشيل لي الخطا تلقائيا اذا كان في عندي قيم متغيرات او ارقام انا بدي اطبعهم، راح يعترض وحيضل معترض لي على الجمله. طيب، كيف الحل؟ انه انا بضيف له الباك سلاش بهي الجمله. فاذا انا اجيت اطبع راح يطبع لي اياهم كلهم بسطر واحد، لكن كجمل الآن أنا كتبتهم كجملتين أو كسطرين مختلفين من الكود لحتى يفهم لي إنه هاي الجملة تابعة لها الجملة السابقة وعم بيشتغلوا بنفس الشغل اللي هو جملة الطباعة. واضح شو يعني line continuation؟ معناها إنه أنا عم بكتب السطر اللي أنا عم بكتب عليه صار كتير طويل، ما بدي أكمل كتابة على سطر واحد، أنا بدي أكمل كتابة على السطر اللي بعديه. فبهي الحالة تقدر تعمل Enter رح يعطيني مشاكل ويعطيني خطأ من نوع سنتاكس. طيب، كيف نحل المشكلة؟ بدنا نحل المشكلة من خلال استخدام الباك سلاش اللي إحنا بنسميه Line Continuation بالنسبة لنا. نرجع على السلايدات، تفضلي. دكتورة، ممكن تعيديها مرة ثانية لو سمحتي؟ طيب. وإنه هذه الأشياء اللي تحت إيش هي؟ الأشياء اللي تحت هي جملة أو جزء من الطباعة اللي أنا بدي أكملها، ممكن إني أنا حكيت أكتب اللي بدي إياه. فخليني أكتب لكم معلومة
إنه تكون واضحة أكثر. This is a test of continuation. خلينا نكمل in Python بالشكل هذا. فأنا البرنامج عندي بدي أعمل جملة طباعة. إذا أنا كتبتهم كلياتهم في سطر واحد الجملة هاي، أنا اختصرت على حالي، شلت الأشياء هاي اللي هون وكتبتهم في جملة واحدة وإجيت أنفذ، رح يطبع لي إياها الجملة زي ما هي. This is a test of continuation in Python. إجا بعض الطلاب بيحكوا لي طيب افرض أنه عندي الجملة أطول من هيك، ما بدي أكمل كتابة على نفس السطر، بدي أعمل Enter. بهي الحالة البرنامج بيعطيني X مباشرة أنه في خطأ عندك في البرنامج، أنه جملة الطباعة ما لازم تنكتب بالطريقة هاي. فإجينا حكينا بدنا نحل المشكلة، فاستخدمنا إيش الطريقة هاي، أنه أنا كتبت هون حطيت الباك سلاش اللي هي line continuation احنا بنسميها، انه انا بدي اكمل على السطر اللي بعده او انه السطر اللي تحت تابع للسطر اللي فوق، وانهم كلياتهم عبارة عن جملة واحدة اللي هي جملة الطباعة، وكملت كتابة تحت. فاذا رجعت نفذت البرنامج رح يعطيني نفس الاجابة بالضبط، لكن انا كجمال انا كتبتهم كل واحدة لحال، كل واحدة على سطر بدل ما يكونوا بسطر واحد. تمام؟ طب دكتورة تفضلي. بالسلايد كاتبين بعد الدبل كوتيشن فاصلة، هاي لازم نحطها ولا كيف؟ بصير نحطها وبصير ما نحطها عادي. أوكي. يعني الفاصلة الموجودة عندي هون هي optional، اختيارية، ممكن اني احطها وممكن ما احطها ابدا. على الحالتين جملة الطباعة انه هي الجملة الموجودة داخل الدبل كوتيشن بدون الفواصل بدون الباك سلاش. أي استفسار آخر؟ طيب إذن هذا عبارة عن رمز خاص إحنا بنستخدمه لحتى نخبر البايثون أو الانتربريتر اللي هو اللي بيقوم بعملية تحويل الجمل وقراءتها إنه الجملة اللي تحت تابعة للجملة اللي فوق فقط لا غير. أي استفسار على هذا الموضوع؟ نكمل هون. بحكي لي التابنج، شو يعني تاب؟ في عندكم على الكيبورد كلمة تاب، إنه أنا بدي أترك فراغ، مش واحد، مجموعة من الفراغات. المسطرة بتترك فراغ واحد، التاب بيكونوا أربعة أو خمسة حسب السيتنج أو الإعدادات الخاصة بالبرامج اللي عندكم. طيب التاب هلا في البايثون له معنى خاص وله استخدامات خاصة. فإذا أنا بدي أعمل فراغ واحد ما في مشكلة، لكن إذا بدي أعمل تاب ننتبه إنه التاب رح يتعامل معها بطريقة مختلفة. هلأ الشرح على هذا الموضوع ما رح أشرحه بالتفاصيل الآن، ما رح أنفذه الآن، رح أحكي عنه بالتفاصيل بعدين. فبس بدي أفهم إنه التاب اللي هي الموجودة عندي على الكيبورد اللي بتعطيني مجموعة فراغات إلها معنى خاص في البايثون، والبايثون حساس جداً sensitive لإلها. طبعاً رح نحكي عن هذا الموضوع when we get a control، لما إحنا نصير نحكي عن جمل، خلينا نحكي التكرار، لما نحكي عن جمل الشرطية رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفاصيل الخاصة فيه. فدائماً إذا أنا بدي أستخدم التاب ننتبه إنه البايثون إلها معنى مهم جداً. مرة ثانية ما رح أشرح هذا الموضوع الآن، بس أوصل للموضوع اللي بنشرح تحته هذا المعلومة هاي رح أشرحها بالتفاصيل أكثر. في أي سؤال هون؟ فقط بدي إياه كمصطلح، بس أوصل للمكان التطبيقي رح أطبق لكم إياه وأفرجيكم كيف رح يشتغل. في أي سؤال لغاية هون؟ طيب البايثون comments، شو يعني comments؟ يعني ملاحظات. إذا أنا بدي أكتب لنفسي ملاحظة داخل البرنامج وما بدي يروح يفسر لي إياها أو يطبع لي إياها أو يقرأ لي إياها بطريقة معينة، فبحكي لي إنه إحنا بنقدر نستخدم هاي الإشارة اللي هي الباوند ساين. فبكتب هاي الإشارة، بعد هيك بكتب اللي بدي إياه، فبعتبر لي إياه إنه هذا ملاحظة للمبرمج اللي بكتب البرنامج. الانتربريتر ما بيقرأ الجملة اللي أنت بدك تحطها. بعد هاي الإشارة اللي هي الباوند ساين ممكن أكتب اللي بدي إياه، كلمات، حروف، رموز، أرقام، اللي بدي إياه ممكن أكتبه. شروحات، أكتب شروحات زي ما بدك. شو معنى هذا الحكي؟ معناته إنه هاي الإشارة ممكن إنه أنا أحطها في بداية السطر أو في نهاية السطر اللي أنا عم بشتغل فيه،
والانتربريتر تبع البايثون ما رح يفسرها لشيء ابدا. Nothing will be interpreted. ما رح يقرأ الجملة هاي اللي بعد إشارة الباوند ساين أو إشارة المربع احنا نسميها بالعربي نهائيا. You can write information that will help a reader with the code. خلينا نروح على البرنامج. البرنامج مبين عندكم. فإجيت الآن أنا هون في نهاية السطر حكيت لك هاي إشارة المربع. حكيت لك This is an example بشكلها. وشيت حكيت لك example مثلا number one كرقم. طلعوا على شكل الكتابة اللون مختلف تماما عن الشكل السابق. ليش؟ لأنه هاي في عندي إشارة المربع هون، هاي الإشارة أو الباوند ساين، معناته كل اللي بعدها ما رح يقرأ لي إياه المترجم الخاص بلغة البرمجة، كل اللي بعد هاي الجملة ما رح يتنفذ نهائيا، ما رح ينقرأ نهائيا، هي فقط كملاحظة خاصة فينا. هلأ هل الملاحظة لازم تكون بعد السطر اللي أنا عم بكتب عليه؟ لا، ممكن تكون في البداية هون. فأنا أجي أحكي لك مربع أنه هذا end of program. فمرة ثانية إذا أنا نفذت البرنامج ما رح ينفذ لي غير جملة الطباعة This is a test of continuation in Python. هاي الجملة ما بيقرأها، هاي الجملة ما بتنقرأ أبدا. واضح؟ تفضلي دكتورة. هلا مش حطيتي أنت المربع وبعد هيك الكلمات؟ نعم. هلا ليه ما طبع يعني ليه ما اعتبر ان باثون هي تكمله للمربع حكي المربع؟ لانه هاي ملاحظه، دائما اشاره المربع معناها ملاحظه. تمام، بس قصدي ليه ما كمل اللي بعد المربع كله صار ملاحظه؟ لا، هو بياخذ فقط اللي بعد المربع نفس السطر، ما بياخذ لي اسطر متعدده. طب دكتوره هلا هذا المربع الملاحظة بقدر أكتبها بين الأسطر؟ ممكن. لا، بس إنه أصدقهم بنص الكلام. لا، بنص الكلام في نهاية السطر أو في بداية السطر، إنه على السطر لحالها أوكي. يعني هلأ يفرضي هون عندي إشارة المربع end of program، وجيت حكيت print، وجيت بدي أطبع له كلمة end مثلا هون، هل رح تتنفذ هاي الجملة؟ الإجابة هي لا. هاي فرانت هاي ما رح تتنفذ، لأنه رح يعتبرها تابعة للكومنت. فإذا نفذت ما رح يطبع لي غير جملة الطباعة الأولى. فرانت أند هاي ما رح يطبع لي أند أبدا. تمام دكتورة. أوكي، تفضل يا محمد. دكتورة هسا يعطيك العافية، أنت ما حطيتي اللي هي الباك سلاش نهاية السطر. بس البرنامج يعتبرها انه عادي، يعني لانه انا حطيت دبل كوتيشن. دبل كوتيشن عاده بياخذ لي اياها هي والباك سلاش اوكي. لكن انت ما بتعرف اي نسخه من البايثون عندك. انا النسخه اللي عندي محدثه، النسخه اللي عندكم ما رح تشتغل اذا انتم ما حطيتوا الباك سلاش. هاي رح يعطيك خطا على البرنامج. سوري، الباك سلاش اللي هو الشكل الاخر اعتقد. سوري. اها تمام، شكرا. فرح يطرد لك على البرنامج ورح يحكي لك مشاكل. لكن بالنسبة لي النسخة اللي عندي هاي بتاخد التحديثات الأخيرة. فنلتزم اللي بالسلايدات، لأنه رح تنزلوا ورح أشوف أنه طلاب نزلوا نسخ مختلفة، رح تصير تجيني ملاحظات أنه أنا طيب زبطت معي الشغلة الفلانية مع أنه مذكورة في السلايدات أنها ما بتزبط مثلا. هذا بيعتمد على النسخة اللي موجودة عندك. فدائما مرجعيتنا هي السلايدات. أوكي؟ أي استفسار آخر؟ دكتور إذا سمحت، يا سبب الكوتيشن دائما لازم يكون موجود لحتى إنه البرنامج يعترف بال أو يتعرف على الجملة اللي حطيتها. هلا إذا أنا بحكي عن نص أنا بدي أطبعه لازم الدبل كوتيشن. لكن إذا أنا عندي اسم متغير، يعني X إجيت حكيت لك خليه يساوي 10 وبعد هيك حكيت لك print X بشكل هذا، فالإكس عندي هون اسم متغير بدي أعوض قيمته، رح يجيب لي قيمة الإكس اللي هي العشرة بجملة الطباعة. فهون عم بيطبع لي العشرة، ما عم بيطبع لي كلمة إكس. تمام؟ تمام. داخل الدبل كوتيشن أو حتى سينجل كوت، هذا بيعتبر لي يا نص بيطبع لي يا زي ما هو. يعني أنا لو إجيت هون الجملة هاي عدلت عليها حكيت لك إنه الإكس أنا بدي إياها داخل دبل كوتيشن،
شو بده يطبع لي بهي الحالة؟ رح يطبع لي الاكس كمان زي ما هو بدون دبل كوتيشن، معناته هذا اسم المتغير رح يجيب لي قيمته. تمام دكتور. اي سؤال اخر؟ اي استفسارات؟ طيب نكمل على السلايد. في عندي هون اكزامبل بحكي لي انه how to calculate the circumference اللي هو محيط الدائرة of the circle. فبحكي لي ملاحظة كمعادلة الرياضيات انه محيط الدائرة بيساوي 2 ضرب باي ضرب الار. واضح لغاية الان؟ فحكينا الباي كيف بدي اجيبها، بنعمل import math. بعد هيك ممكن انا الار اكون في عندي رقم ثابت او اعتبره انه input من خلال الكيبورد وانا اليوزر يدخل لي اياه. بعد هيك اسم المتغير اللي انا بدي اياه يساوي المعادلة الحسابية، وفي النهاية عملية الطباعة. إذا أنا بدي أنفذ هذا البرنامج بالشكل هذا، فبدنا نطلع كيف أنا البرنامج تبعي بده ينفذ لي إياه. هلا import math هون عم بيعطيني اعتراضات. شو الاعتراض اللي عم بيحكي لي؟ invalid character or identifier. في عندي مشكلة بالكوتيشن هون اللي موجودة عندي في السلايدات، إنه شكلها مختلف عن المسموح فيه داخل البرمجية. هلا مره ثانيه دبل كوتيشن او حتى سنجل كوت مثل الجمله اللي فوق، على الحالتين بينفع، ما في مشكله ابدا. فحطيت سنجل كوت مثل جمله الانبوت او حطيت دبل كوتيشن، بس بدي افتحهم بدي اسكرهم في النهايه، في بدايه وفي نهايه بده يكون عندي. طيب جينا احنا حكينا له امبورت للماث، استدعى لي الموديول اللي هو الماث. جيت حكيت لك ار اقرا لي اياها از انبوت من الكيبورد، وأعطتك رسالة إنه شو القيمة اللي بدي أدخل إياها اليوزر اللي enter the radius of the circle. ليش بدي كلمة float هون؟ لحتى نحكي إنه أنا بدي أحول من نص لقيمة رقمية لحتى أنا أتعامل معها ضمن معادلة. إذا ما حطيت float رح يعتبر لي إنه القيمة اللي دخل لي إياها اليوزر، بغض النظر دخل لي أرقام، دخل لي حروف، دخل لي رموز، رح يعتبر إنه هي القيمة عبارة عن نص، ما رح يتعامل معها كأرقام أبداً. فمشان هيك كتبنا كلمة float اللي هي عملية conversion أو تحويل من نص لقيمة رقمية. ممكن تكون الرقمية هاي رقم صحيح أو كسري، مشان هيك كتبنا float. المعادلة دكتورة، بس خليني أكمل شرح بعدين أسأل. المحيط الدائرة بيساوي 2 ضرب، استدعينا الباي من math.py ضرب قيمة الار اللي أنا قرأتها. جملة الطباعة اللي تحت راح يطبع لي انه محيط الدائرة شو قيمته. حكينا انه اشارة البرسنت هاي انه انا بدي خانتين عشريات، انه 0.2 معناته عدد الخانات العشرية بالاجابة بدي اياهم ثنتين. الاف المقصود فيها الفورمات او الشكل النهائي، اشارة البرسنت اللي موجودة عندي هون لحتى يحكي لي انه هذا المتغير اللي انا بدي اعدل على شكله النهائي. فاذا انا بدي انفذ البرنامج نطلع تحت شو عم بحكي لي. Enter the radius of the circle R ويساوي القيمة اللي أنا بدي أدخلها. بدي أدخل الرقم 2، بدي أعمل Enter من الكيبورد، فطبع لي مباشرة أنه محيط الدائرة هو الرقم التالي. تفضلي صبية اللي كان بدها تسأل. دكتورة هلا ليه ما حطينا، ليه يعني ليه حط، بقدر أشيل input وخلي float لحالها؟ هلا إذا أنا شلت الانبوت هاي بدي أحط رقم، واضح دكتورة؟ يعني إذا أنا شلت الانبوت هاي جيت حكيت له ديليت الرقم 5، فأنا صار عندي رقم وأنا بدي أعتبر هذا الرقم عبارة عن أرقام كسرية وأرقام صحيحة، أنه الآر بياخد لي إياه بغض النظر شو الرقم اللي أنا حطيته. فهيك دائما قيمة الآر هي 5، بينما بالانبوت إذا أنا بدي أرجع على الانبوت اللي أنا كنت حاططها، معناته أنا قيمة الآر متغيرة كل مرة، أنا ممكن أدخل رقم جديد. فالآن أنا نفذت المرة الأولى عند الاثنين، بالمرة الثانية أنا ممكن بدي أدخل الواحد، أو سوري أحط المؤشر الواحد وأعمل إنتر، فرح تطلع عندي نتيجة جديدة. إذا حاولت أنفذ مرة ثالثة نفس الشيء رح يعطيني تغييرات واختلافات في النتائج. تفضلي يا صبية، من كان بده يسأل؟ مين كان حابب يسأل؟ واضح الفكرة؟ دكتورة تفضلي.
محيط الدائرة هون مكتوب بالسلايد 2 في باي في ار وبال بالكود تحت وين ار. عدلت لكم اياه، هون كاينين شايلين الار بالغلط، فعدلوه انتم اوكي عندكم طيب. على السلايدات، هون لازم اضرب في ار. تمام دكتورة. هي كاينه مشيوله، فانا لما راجعت السلايدات وجدت انه في خلل فعدلتها لحتى اعرض لكم اياها صح. اي استفسار اخر دكتور يعطيك تفضل. العافية. الله يعافيك. أنا المحاضرة الماضية جيت أسألك سؤال آخر محاضرة بس فصلت، فصل كان الكهرباء صار عندي إشي. قطعة الكهرباء ففصل النت تلقائيا. تفضل في سؤال بدك تسأله احكي لي. ما في مشكلة بس بدي والله ريت هسه في حال أنا جيت دخلت قيمة معينة لرقم مثلا بس ما خليتها فلوت، خليتها انتجر. يعني هون قصدك انه بدل كلمة فلوت حطيت تمام انتجر. تمام بصير، بس هون الرقم اللي انت بدك تمام تدخله رح ميمي. يعتبر لي اياه انه ايش بدي يعني، اذا اصور دخلنا 2.5 مثلا الان، سوري الان انا حاولت انا كتب لي اياها هناك لانه انا حاط المؤشر غاد، خلينا ندخل 2.5 تمام بدل الاثنين. اوكي اذا نفذت الان على اي اساس بده ينفذ؟ طلع كيف تمام اعطاني خطا من نوع سنتاكس، انه انت حددت بدك انتجر فاليو وعم تدخل لي رقم كسري. اوكي اي لا بس استفسار انا سؤالي مش هون كان سؤالي والله دكتور. تفضل اسال شو بدك. السؤال انه لو خليتها انتجر وجيت بدي اطبعها مش في الاف اي الفورمات الفورمال تبعت هون صح؟ ايوه طيب لو طلع الناتج اللي يعني اذا قانون معين كسر بس انا حاط يطلع انتجر وحاط هون يطلع يعني مثلا ياخذ منزلتين عشريات، على اي جمله راح يرد؟ على تبعت الانتجر انه يطلعوا رقم صحيح ولا راح يرد على اللي لا فيها راح يرد على المقابل فيها الفورمات، منزلتين يعني عشريات؟ خلينا ناخذ رقم جملة طباعة غير هاي، خليني أحكي لك برنت بالشكل هاد ونعدل ناخذ الفورمات من هون، بدي آخذ بس الفورمات اي كنترول سي، خلينا ناخذ زي ما هو. وإجيت حكيت لك إنه هذا الفورمات لإيش؟ لرقم ثابت مثلا، أنا بدي أطبع خلينا ناخذ الخمسة، الرقم خمسة. طيب شو بده يطبع لي بهي الحالة؟ طلع كيف؟ خلينا ناخذ طبعا هون عم بحكي لي دخل. شو طبع لي؟ 5.00. طيب ما هو رقم صحيح. بس أنا شو حاكي له هون؟ إنه أنا بدي تظهر بالفورمات خانتين عشريات. طب ما في خانات عشرية عندي، يعني بحط لي أصفار بدالهم. طيب يعني انا قصدي الفورمات اولى من الانتجر. الفورمات لو مش عشان لو في حق الفورمات هو للطباعه، لكن كقيمه هي مخزنه انتجر فالي. يعني انا قصدي لو اني مساحه الدائره طلبتها تكون انتجر وحطيت انه يكون فيها منزلتين عشريات بجمله ثانيه بعديها، اي واحده راح يعطي الاولويه ولا راح يسوي هلا ايرور؟ بالار كتخزينها راح يخزن لي اياها انتجر وراح ياخذ لي الرقم الانتجر اللي انا دخلته، يعني خلينا نطبع هون قيمه الار. ماشي هاي دخلنا الار قيمتها انتجر فاليو، خلينا ندخلها مثلا الرقم خمسة بشكل هاد، او خلينا ناخذ رقم جديد 10، هذا رقم صحيح صح انتجر فاليو، راح يقوم لي بالعمليات الحسابيه على اساسه. في جمله الطباعه على الار شو عمل لي؟ ضف لي الخانات العشريه صح. لكن هل هذا غير على قيمه الار انها انتجر؟ لا، الار اذا انا عملت جمله طباعه كمان شوي هون برنت ار لحالها بالشكل هذا، شو راح يطبع لي؟ راح يطبع لي العشرة اللي أنا دخلتها، فإذا رجعت دخلتهم كمان مرة عشرة شو عمل لي؟ طبعها لحالها، فهي القيمة اللي مخزنة فعلا داخل الآر، لكن هي القيمة مع الفورمات أو مع الشكل اللي أنا بدي يظهر. وصلتك الإجابة؟ فهمنا كيف ولا أعيد على شيء معين؟ طيب اعتبر انه اوكي بما انه فيش اجابه منكم. نروح على البايثون توكنز. شو يعني توكنز؟ يعني هي مصطلحات وكلمات الها استخدامات محدده داخل البايثون، ممنوع اتعامل معاها بطريقتي الخاصه، ممنوع اروح اعطي اسم متغير وحده من هذول القيم،
فهدول نستخدمهم بشكل معين فقط لا غير، ممنوع استخدمهم بطريقتي ابدا. فبحكي لي انه هدول عباره عن keywords، كلمات محجوزه، you cannot use، ما بنقدر نستخدمهم in a variable name، في اسماء المتغيرات طبعا، prevented from using، ممنوع استخدمهم. خليني اجي على مثلا كلمه and، اروح على البرنامج هون، خليني اشيل هات كلياته. اجيت حكيت لك and خليه يساوي الرقم 10، الان شو مباشره عطاني؟ خطا. طب شو هو الخطا هذا؟ لما انا انفذ حكالي invalid syntax. طيب لو اجيت انا حكيت لك مش and، حكيت لك and بياخذها، لكن and هيك بالشكل هذا هي كلمه محجوزه ممنوع استخدمها ابدا. نجرب واحده ثانيه منهم if. الاف برضه اذا انا حاولت انفذ بيحكي لي انه هاي كلمه محجوزه ممنوع اتعامل معها بهي الطريقه. خليني نيجي نحكي while، برضه طلعوا لونها باللون النهدي، اذا انا حاولت انفذ نفس الشيء حكالي invalid syntax. كلياتهم عباره عن syntax error. ليش؟ لانه هاي كلمات محجوزه. طبعا كل الكلمات الموجودين عندي في الجدول هون هم كلمات محجوزه ممنوع استخدمهم في تعريف اسم متغير. طيب بعض الطلاب بيجوا بيحكوا لي انه انا بدي اسمي اسم متغير فيه كلمه while مثلا، ممكن اجي احكي لك while underscore بياخذ لي اياها بهي الحاله، بطلت الكلمه المحجوزه اللي انا بدي اياها. ممكن اجي احكي لك while واضيف كمان حرف اي، فاذا انا غيرت زدت حرف زدت رمز زدت رقم ما عندي مشكله، سميتها while 1 برضه اوكي، لكن الكلمه اللي موجوده عندي داخل الجدول اني استخدمها كاسم متغير الاجابه مباشره syntax error وعندي خطا في البرنامج. اوكي لغايه هون. طبعا هاي الكلمات او هاي المصطلحات لازم اكون عارفهم، عارف طريقه كتابتهم، انه انا اذا جبت لك وحده منهم كاسم متغير لازم تحكي لي انه هذا البرنامج غلط، ما لازم تروح تنفذ او تحاول تطلعني نتائج او تحكي لي شو راح يطبع ابدا. فاي وحده من هذول الكلمات ننتبه لازم تكون الكتابه بالشكل الموجود عندي في الجدول. إذا أنا كتبت باختلاف بسيط كابيتال لتر أو سمول لتر راح يغير، يعني أجي على كلمة وايل هون جيت حكيت لك الحرف الأول كابيتال لتر ما اعترضني عليها، فاختلاف كابيتال لتر أو سمول لتر، ضفت رقم على الاسم، ضفت رمز، ضفت شيء معين بياخد لي أن الجملة صحيحة. لكن إذا أنا كتبتها مثل ما هي موجودة في الجدول راح يحكي لي أنه هاي كلمة محجوزة وأنه في عندك syntax error داخل برنامج. تفضلي صبية. دكتورة هلأ مش الوايل مكتوبة أساساً في الجدول؟ yes. capital small small letter، أنا كتبتها capital هون فأخذ ليها صح. لأن إذا حاولت أنفذ ما أعطاني مشاكل أبداً. طيب دكتورة هلأ هدول الكلمات لإيش بالضبط هم؟ هدول رح ناخذهم بالتدريج، يعني رح نبلش فيهم بنهايه الشابتر هذا، رح نحكي عن الانت كمان شوي، رح نحكي عن النات، المحاضره الجاي ممكن نحكي عن الاف، بعديها ممكن نحكي عن الاز وهكذا، يعني هدول رح يمشوا معانا بالماده بس شابتر شابتر، يعني مش رح اذكرهم كلهم دفعه واحده او افسر لكم اياهم كلهم دفعه واحده. مثلا كلمه برنت احنا اوريدي استخدمناها لعمل طباعه، فهمنا انه برنت هي طباعه. كمان شوي رح نبلش نحكي عنهم واحده واحده، نفسر استخدام كل واحده فيهم شو هو حسب الشابتر اللي رح تنذكر فيه. دكتوره يعني هلا هم مثلا از، يعني انت قصدك انه مثلا از ما بقدر اخذها كمتغير احط جنبها رقم بس؟ نعم، يعني انا اجي اخذ هون بدل كلمه وايل احط كلمه از يساوي مباشره، حاولت أنفذ شو بيعطيني syntax error، لكن إجيت حطيت دبل أس بياخدها، حطيت هون بدل الأس إجيت حكيت إنه رقم واحد بياخدها. المهم إنه ما أخدها زي ما هي موجودة في الجدول، اللي موجودين في الجدول ممنوع أستخدمهم. دكتورة يعني قصدي إنه ما بتقدر تكون كمتغير فقط، إنه هدول الكلمات ما بقدر أحطهم غير كأرقام بس بقدر استخدمهم استخدامات تانية، في لهم استخدام محدد بدنا نلتزم فيه، هيك معناها. رح نحكي عن هذا الاستخدام بس نوصل له.
تمام دكتورة. أي استفسار آخر؟ هدول بدي أعرف إنه هدول بالشكل اللي هم فيه طبعاً كلهم small letter. إذا أنا غيرت حرف واحد capital يعني إجيت تونا مش حرف ال A اللي عملته capital، حرف ال S اللي عملته capital. البايثون الكابيتال عنده بيختلف عن السمول مباشرة، إنه as بالشكل هاي تختلف عن الاز اللي هو كلها سمول لتر. فالكابيتال والسمول لتر عندهم مختلفين تماما، فلازم انتبه وانا عم بكتب شو عم بكتب، هل هم كابيتال هل هم سمول، هل في حرف عندي كابيتال واحد هل في اكثر من واحد، لانه كل وحده راح يعاملها بطريقه مختلفه تماما. اي استفسارات لغايه هون على هذا الموضوع؟ طيب راح اروح على الاوبريتر اللي هي العمليات المسموح فيها داخل البايثون. فهي العمليات المحجوزة اللي موجودين عندي في الجدول لحتى أقوم بعملية حسابية أو عملية مقارنة. نبلش فيهم واحدة واحدة. الأولى هي إشارة الجمع، الثانية إشارة الطرح. هاي الإشارة هي الضرب، تمام لغاية هون. فإذا أنا بدي أعمل عملية حسابية، إجيت حكيت لك X بتساوي مثلا 5 زائد 2، فأنا لما بدي أطبع X الآن تحت بالشكل هذا، ايش حكيت لك اطبع لي اكس، فراح يطبع لي المجموع اللي هو 5 زائد 2 اللي هي الرقم 7. اذا انا بدي اعمل طرح، حكينا نستخدم اشاره الطرح عندي هون، فعمليه الطباعه راح يطبع لي 5 ناقص 2 كم نتيجتها؟ النتيجه النهائيه هي 3. اذا انا بدي اعمل ضرب، بدي احط اشاره الضرب اللي هي الستار او النجمه، فلما بدي اطبع راح يطبع لي 5 ضرب 2 اللي هي قيمتها 10. اوكي لغاية هون. نيجي ناخذ أول قسمة اللي هي بالشكل هذا، اللي هي إشارة القسمة هاي. قبل ما آخذ هاي بدي آخذ إشارات القسمة الموجودة عندي. هاي القسمة شو رح يعطيني نتيجتها؟ 5 تقسيم 2. الآن في عندي نوعين من الديفيجن أو القسمة، القسمة الطويلة أو اللونج ديفيجن إحنا بنسميها، وفي عندي القسمة القصيرة أو الانتجر ديفيجن. شو الفرق ما بيناتهم؟ اللونج ديفيجن معناته ضلك اقسم حتى لو في عندي باقي واعطيني قيم بعد الفاصلة العشرية. فبهي الحالة اذا انا اجيت حكيت لك 5 تقسيم 2 هي عبارة عن لونج ديفيجن الان، شو نتيجتها؟ لازم يطبع لي انه 5 تقسيم 2 هي 2.5. طيب لو كانت مثلا تقسيم 3 بالشكل هذا، 5 تقسيم 3 كم بيطلع عندي؟ هي 1.6666، وآخر رقم عمل لي تدوير لإله إنه هي 1.6 بالعشرة دوري، فبطلع لك عدد خانات معينة بعد هيك بيقرب آخر قيمة. هاي شو بنسميها؟ long division أو قسمة طويلة. بهي الحالة بجيب لي رقم كسري بضل يقسم ما دام في عندي باقي وبضل يحاول يشتغل لي عليه. تمام لغاية هون. نيجي على الشكل التالي اللي هم إشارتين القسمة، اللي هي إشارة الباك سلاش بعد هيك باك سلاش تانية. هاي بسميها انتجر ديفيجن أو اللي هي القسمة القصيرة. هاي بيعمل قسمة مبدئية بدون باقي، بحكي لي 5 تقسيم 3 كم الإجابة؟ 5 تقسيم 3 هي 1 والباقي عندي بظل 2، فبجيب لي 1 كنتيجة، ما بيطلع لي على الاثنين اللي ضلت كباقي ابدا، وبيعتبر لي اياها قسمه صحيحه او قسمه قصيره بدون باقي او قسمه بدون باقي. خلينا نحكي ما بتطلع لي على الباقي، ما بتطلع لي على اي اجزاء من العشره، بيحسب لي فقط وبياخذ لي الرقم الصحيح والباقي بيترك لي اياه على جنب. واضح لغايه هون؟ اي استفسار؟ فإذا الفرق بين إشارتين القسمة إنه الأولى قسمة إشارة واحدة معناته قسمة طويلة، ضلك اقسم وجيب لي الخانات العشرية كلياتهم. إذا كانوا عندي إشارتين بالشكل هذا معناته أنا بدي الانتجر، بتجيب لي فقط اللي هو إيش؟ بتجيب لي فقط اللي هي الرقم الصحيح، ما تكمل ما تاخذ لي الخانات العشرية ولا بأي شكل من الأشكال. اوكي لغاية هون. اي استفسار على نوعين من القسمة الموجودين عندي؟ فهذا الفرق انه احط اشارة قسمة واحدة او اشارتين،
واحدة معناته قسمة طويلة، ثنتين معناته قسمة قصيرة، انتجر ما بيطلع لي على الباقي أبدا. طيب إذا كان عندي قسمة مثل هاي انتجر وأنا ما بدي اللي هي نتيجة القسمة، أنا بدي الباقي اللي بضل عندي، يعني 5 تقسيم 3 حكينا إجابتها 1. طيب شو بضل عندي باقي بهي الحالة؟ إذا أنا بدي أجيب الباقي نستخدم إشارة المود اللي هي أو سوري البرسنتج. بهي الحالة بحكي لي باقي قسمة 5 على 3 هو الرقم 2، إنه أنا بعد ما أقسم 5 على 3 قسمة صحيحة، حكيت إنه نتيجة القسمة هي 1. طيب الباقي من القسمة هي الإجابة 2. طيب إذا غيرتها باقي قسمة 5 على 5 5 تقسيم 1 5 هي الإجابة 1، الباقي 0، فالمفروض يطلع عندي 0 زي ما احنا شايفين. طيب باقي قسمة 5 على 9 مثلا، إذا كان الرقم الأول أصغر من الرقم الثاني بيعطيني إياه زي ما هو. إذا الرقم الأول اللي أنا بدي أوجد باقي القسمة تبعه، فالخمسة أقل من 9، فبجيب لي 5 زي ما هي بدون أي تعديل. شو معناها؟ إنه 5 على 9 لا تقبل القسمة، الباقي عندي هي 5 نفسها بدون أي تعديلات. إذا أنا إجيت حكيت لك 5 باقي قسمة على 2 الآن، فخمسة تقسيم 2 هي 2 والباقي عندي 1. إذا حكيت لك 5 باقي قسمة على 10، هون برضو بحكي لي إنه الرقم 5 بضل زي ما هو لأنه هو أصغر من الجزء الثاني. 5 أصغر من 10، جيب لي إياها زي ما هي. أوكي لغاية هون؟ طيب هاي بحالة الأرقام الموجبة. خلينا نرجع على الأرقام السالبة. يعني إذا إجيت حكيت لك سالب 2 أو سالب 20 تقسيم قسمة طويلة على 3 كرقم سالب ورقم موجب، كيف النتيجة كقسمة طويلة الآن؟ الإجابة هي رقم سالب، سالب 20 على 3 هي 6.6 دوري، وأخذ الإشارة السالب زي ما هي. طيب لو كانت العشرين هون موجبة تقسيم سالب 3، هل راح يطلع عندي سالب؟ الإجابة نفس الشيء، إجابة سالبة. طيب لو كانوا الرقمين سالبات بالشكل هذا، بدنا ناخذ الحالات الموجودة عندي، الإجابة موجبة، إنه السالب راحت مع السالب زي ما احنا بنتعامل بالرياضيات، إنه إذا واحد سالب الإجابة سالبة، إذا الرقمين موجبات أو الرقمين سالبات الإجابة موجبة في النهاية. طبعا هذا بينطبق على القسمة العادية القصيرة والقسمة الطويلة. نروح على مين الآن؟ على المود اللي هي باقي القسمة. إذا بدكم نجرب شيء معين حابين تجربوا أو نجربه بس أكمل شرح احكوا لي عنه. فسالب 20 باقي قسمة على سالب 3، فهي 18 اللي هي 6 الإجابة، 6 ضرب 3 18، فلازم يعطيني 2 الآن، فأعطاني الإجابة سالبة وليس موجبة، لأنه إحنا بنحكي عن أرقام سالبة، إنه ناقص 20 ناقص الناقص 8 فتطلع لي الإجابة سالب 2. طيب لو كان الطرف الأول سالب والثاني موجب، باقي القسمة كم رح يطلع عندي؟ أعطاني الرقم 1 صحيح. طيب ليش ما أعطاني إياه بالشكل الأولاني؟ لأنه هو رح يقرب لي الأجزاء اللي موجودة، وبهي الحالة بتعامل معها بطريقة مختلفة تماما. أوكي؟ طيب إذا كان الطرف الأول موجب والثاني سالب، طبعا كل حالة مختلفة عن الثانية، فالإجابة طلعت عندي سالبة، هي 1 وسالب 1 الفرق بيناتهم. ليش؟ لأنه 1 موجب عندي والثاني سالب، فطرف موجب وطرف سالب الإجابة بدها تطلع بناء على إيش؟ بناء على مين أنا عم بشتغل معاه، عم بقسم عليه. فبالحالة الأولى كانت الثلاثة موجب عطاني 1 موجب، الحالة الثانية الثلاثة هي السالبة أخذ لي 1 سالب. طيب ليش ما عطاني الرقم 2؟ لأنه رح يختلف، رح يقوم بعمليات تقريب للقيمة الأقرب بالنسبة له. هل بتحبوا نجرب أي حالة أخرى قبل ما أروح على إشارة
العملية الحسابية اللي بعدها. دكتورة لو سمحتي. تفضلي. قبل شوي أنت حكيتي سالب 20 بعدين هي علامة المئوية بعدين سالب 5 طلع عندك الجواب 2 ولا سالب 2؟ سالب 20 هون. و3 هيك؟ طيب تمام. هون بيعتمد على الطرف الثاني انه هون هذا سالب ايجابي بتطلع عندي سالبه. دائما بيعتمد على الطرف الثاني بغض النظر عن الاول. نعم دائما بيعتمد على الطرف الثاني بغض النظر عن الاول. دائما بيعتمد على اشاره الطرف الثاني. نعم يعني هلا لو كان 20 بس بالمود هاي تمام. يعني لو كانت 20 موجبه برضه بضل سالب. هاي نحط لك إياها، هاي 20 موجبة وهاي سالب. الإشارة على مين اعتمدت؟ على الجزء الثاني اللي هو بعد إشارة البرسنتج أو الإشارة المود إحنا بنسميها. بس هاي فكرة السالب الموجبة بهاي المود. يس إنه مشان تكون مرينا على الحالات كلياتها. أنا بدي أفهم شو يعني سالب شو يعني موجب، الإشارة بدها تتبع مين بحالة القسمة أو حتى بحالة اللي هي باقي القسمة. تمام؟ تمام دكتورة. أي استفسار آخر أو حدا حابب نجرب قيم معينة؟ ما عندي مشكلة أجرب. ترى ليش مرة؟ تفضل. ليش مرة سالب واحد ومرة سالب اثنين؟ لأنه هو بيعمل عملية تقريبية بالنسبة للقيمة الثانية. لما يكون في أرقام سوالب بتعامل معاهم بطريقة مختلفة. إنه واحد سالب واحد موجب، فبدي يحاول إنه يقرب لي لأفضل رقم قريب لإله. فالإشارة أو القيمة ما راح تكون ثابتة زي ما إحنا بنتوقع. طيب خلينا نأخذ هون الواحد وعشرين مثلا. الواحد وعشرين باقي القسمة على السالب ثلاث كم؟ هل في باقي؟ ثلاثة ضرب سبعة واحدة وعشرين صح ولا لا؟ ما في باقي. ما في باقي. طيب شو الإشارة؟ دائما الصفر هو رقم موجب، ما بطلع لي معه إشارات سالبة أبدا بغض النظر عن الطرف الثاني أو الطرف الأول أو شو الإشارات اللي عندي. دائما الصفر هو رقم موجب، ما بحط لي معه إشارات أبدا. أوكي؟ في حالات حابين نجرب لكم إياها أو في عندكم أرقام حابين إنه نحكي عنها. طيب اللي عنده البرمجية ممكن إنه يفوت ويجرب بمجموعة أرقام لحتى يفهم الموضوع أكثر ويعرف يتعامل معه. دكتور سؤال بالله سريع لو سمحت. تفضل. لو كان الرقم الأول يعني أقل من الرقم الثاني يعني ما بقبل القسمة. طيب لو كان هون عندي واحد هيك. أيوه. واحد باقي القسمة، بدك سالب ولا موجب الأرقام؟ بغض النظر يعني، بس أنا بدي أشوف شو بصير. هلا إذا كانوا الاثنين موجبات بعطيني الرقم الأول زي ما هو، هاي واحد. أيوه. إذا كان الرقم الثاني سالب فعطاني سالب اثنين. إنه أنا المكمل لا من واحد الآن من الواحد للثلاثة المكمل لإله هو الرقم اثنين، فعطاني إنه أنا بدي سالب وحدتين فأوصل لعند الرقم الموجود عندي. تمام. أوكي. أي استفسار آخر؟ طيب أرجع على هاي الإشارة اللي أنا عملت سكيب عنها، هاي اللي هي الإكسبوننت أو الأسس. فإذا أنا بدي أحكي لك هون إنه اثنين هيك ثلاثة، كم بتوقع الإجابة؟ هي اثنين قوة ثلاث، فالإجابة لازم تطلع عندي الرقم ثمانية. فشو الإجابة عندي هون؟ ثمانية. إذا أنا ما بدي أستخدم import math وما بدي أحكي math dot power، أنا ممكن أعمل الأسس بالشكل هذا، اثنين بعدين إشارتين الضرب اللي عندي الرقم الثاني اللي هو الأس اللي أنا بدي أستخدمه. نرجع مرة تانية لموضوع الموجب والسالب. إذا عندي سالب اثنين قوة ثلاث الآن، فالإجابة سالب ثمانية. طيب لو كان هون عندي رقم برضو سالب تفرق الإجابة؟ أكيد بتفرق، كله رح يختلف عندي، طلع صار في عندي بكسور. فالأسس الموجبة والأسس السالبة مهم جدا إنه نتعامل معها. دكتورة عندي أسس هون تربيع أو قوة أربعة رح يطلع عندي الإجابة موجبة، بس طلع عندي إشارة سالبة مرة تانية، فهو بيحط الإشارة السالبة على جنب، بعد هيك بيعمل لي اثنين قوة أربعة وبيشتغلي على أساسها. تمام؟ دكتورة لا طلع في عندي فواصل عشرية لما حطيتي سالب اثنين أس ثلاث. أس سالب ثلاث.
سالب 2 أس سالب 3 أيوة. كان هيك طلع عندي قيام فواصل عشري. هاي الرياضيات، ترجع للرياضيات إنه إذا أنا أس سالب كيف بدي أتعامل معه؟ تنزل المقام يعني، بينزل على المقام فبتطلع عندي كسور في النهاية. أوكي؟ في أي استفسار؟ طيب ملاحظة مهمة، اللي بده يطلع من المحاضرة، أنا أوريدي كانوا قبل شوي الطلاب 76 طالب، اللي بده يطلع من المحاضرة أو بده يدخل المحاضرة في نفس في نص الوقت بده يبعث لي إيميل شو سبب إنه طلع أو إنه ضاف حاله على المحاضرة في منتصفها، وإلا رح أعتبره غياب هذا الشخص. مهم جداً إنه نلتزم بموعد المحاضرة. عندك ظرف، فصلت الكهرباء، فصل الإنترنت، صار عندك مشكلة من نوع معين، رجاءً إنك تخبرني من خلال الإيميل، تبعث لي رسالة. أنا أريد الأسماء عم تتسجل الآن. في عندي برنامج بيعمل تراك للي بيدخلوا واللي بيطلعوا من البرنامج. فأي حدا عم بيدخل وعم بيخرج في على كيفه وعلى مزاجه من المحاضرة رح أعتبر أنه غياب. اللي بفوت لي في أول المحاضرة وبيطلع لظرف قاهر أو في عنده سبب قوي، يا ريت يبعث لي إيميل بعد هيك. طبعاً خبروا زملائكم بهذا الأمور، لأنه ما بدنا نصير نعتبركم غياب ونحرم بسبب الغياب في النهاية. في أي استفسار لغاية هون؟ الدكتورة أنا تفضل. هلأ دكتورة، لو حطيتي سالب 2 أس سالب 4 كمان نفس الشيء رح يصير في عندي فاصلة عشرية؟ إيه أكيد. هاي طلعي هاي الإجابة. تمام. فالأس السالب حكينا أنه بياخد واحد على البسط وبنزل إياها على المقام، بتصير واحد على على سالب 2 قوة 4. الآن بس يوجد لي واحد على 16 كرقم سالب الآن، شو نتيجته؟ اللي هي الرقم اللي بيطلع عندي. تمام؟ طيب دكتورة لو سمحتي، بقدر أخلي اليوزر هو اللي يدخل لي الأرقام اللي بدي إياها؟ طبعاً. يعني بهاي الطريقة بدون ما أعمل import math والطريقة اللي تعلمناها بالأول. طبعاً، يعني ممكن أجي أحكي له هون input بالشكل هذا وما أحكي له رسائل، بس بدي أنتبه إنه برا بدي أعمل إيش؟ يا انتجار يا float على الانبوت اللي انا قررت اني اخده. هاي الجمله الاولى، جيت حكيت لك خلي الواي برضه انتجر، حكيت لك انبوت برضه من اليوزر بالشكل هذا. اوكي، وفي النهايه جيت حكيت لك اطبع لي هون اكس قوه واي في جمله الطباعه عملتها. فانا بهاي الحاله بقرا قيمه الاكس وقيمه الواي من الكيبورد. طبعا اذا انا حطيت انتجر بده ياخذ لي ارقام صحيحه، اذا انا حطيتها فلوت بياخذ لي ارقام صحيحه وارقام كسريه، فبدي التزم حسب انا شو حاططها. تمام، شكرا شكرا. اي سؤال اخر دكتور؟ بدي اسالك شغله بالله على الغياب اللي قبل شوي حكيتيه. حكيت اللي بده يطلع بنص المحاضره او بده يدخل متاخر يبعث لي ايميل في نهايه المحاضره او ثاني يوم يخبرني شو السبب. تمام دكتورة، في مرات بفصل النت دقيقتين ثلاثة برجع برضو أخبرك ولا ما في داعي؟ عندي بسجل الموضوع هذا. خلاص تمام. أنا المهم عندي اللي بيحضر لي نص ساعة وبعدين بيروح ما بيرجعش، هذا المشكلة. تمام تمام دكتور. أما إذا فصل شيء بسيط ورجعت ما عندي مشكلة أبدا. أوكي. أنا دكتورة دخلت على 2 وثلاث، المكان النت كثير ضعيف. ابعتوا لي إيميل لحتى ما أخذكم غياب بعدين. تمام. طيب نيجي ناخذ الاشارات اللي عندي بالنص. هاي هدول الاشارات بنستخدمهم مع الباينري. شو يعني باينري؟ يعني عندي صفر واحد، ما عندي، ما بياخذ الارقام كارقام ابدا، ما بيتعامل مع الارقام كارقام ابدا، بتعامل مع الرقم كيف تمثيله في الباينري اللي هو الصفر والواحد، وبيشتغل على هذا الاساس. طبعاً هذا بيعتمد إنه بالسلايدات إنه رح ينشرحوا بعدين أو لا، فمبدئياً ما رح أشرحهم الآن لأنه أشوف إنه هل رح ينشرح لكم تحويل الرقم لصفر واحد كيف بده يكون. إذا رح ينشرح رح نشرح هدول النقاط، ما شرحناهم معناته هدول إيش، أنا هدول ما رح أستخدمهم، لكن بدي يكون عارف شو معناهم. خلينا ناخد شو معناهم. هذا الخطوة الأولى هي عبارة عن شفت، شفت للصفر واحد بمقدار معين. أنا بدي أعمل شفت للرقم، لقيمة الرقم، للأصفار والواحدات،
حسب رقم معين. طبعا شيفت ليفت هاي بنسميها، هاي بنسميها شيفت رايت، هاي بنعملها اند بس اندينج للصفر والواحد، هاي اور اور للصفر والواحد مره ثانيه، هاي بنسميها اكس اور كمسميات، مش شرط نشرحهم ابدا بعدين بس لحتى نكون انه عارفين انه هدول الرموز موجودين عندي في البايثون ومسموح استخدمهم في البايثون، واذا انا ذكرتهم في الامتحان انه البرنامج صح ولا غلط بدي اطلع عليهم من باب انه اوكي هدول الجمل موجودين عندي. انا راح اعطيكم امثله. الجزء الاخير اللي هي النط، فاذا انا بدي اتعامل معهم خليني احكي لكم بس كيف شكلهم. شيء حكيت لكم انه هون اكس خليها تساوي الرقم 5، بدي استخدم اول اشاره اللي هي شيفت، فشيفت ليفت خلينا ناخذ اللي هي اشارتين الاقل هيك. شيء حكيت لك شيفت ليفت ليفت 2. طبعا كبرنامج ما فيه اخطاء، لكن كنتيجه معلش يا محمد معاذ طفي الكاميرا من عندك اذا ما بدك تلتزم بشيء معين او ما بدك تفرجينا حالك وانت قاعد تتفرج. شيفت ليفت الان رح يروح يحول لي قيمه الخمسه لاسطار وواحدات، بعد هيك يعدل لي على النتيجه النهائيه. فرح نشوف انه الرقم كلياته رح تختلف لما انا اعمل له طباعه، بدل ما يطبع لي الخمسة شو طبع لي 20 بهي الحالة. طيب هل أنتم مجبورين الآن تتعلموا الصفر والواحد؟ الإجابة هي لا، لكن إذا أنا إجاني شكل الكود كالتالي، حكيت لك هذا البرنامج داخل البايثون بعتبره خطأ ولا صح، هل فيه إيرور ولا البرنامج صحيح؟ الإجابة البرنامج صحيح، إنه لازم اسم المتغير، بعد هيك إشارتين الأقل، عدد البتس اللي أنا بدي أعمل لهم شيفت، كم مقدار الشفت للبت الموجودة عندي. طبعاً ممكن إنها تكون بدل شفت ليفت إنه شفت رايت بالشكل هذا. طبعاً مش شرط أكتب اثنين، ممكن أعمل ثلاثة، برضو البرنامج لساته صحيح. الآن في عندي إشارة حكينا اللي هي الآند بالشكل هذا. الآند بالشكل هذا ما بيزبط يكون عندي طرف واحد، لازم يكون عندي طرفين، فلازم يكون عندي متغير آخر، وأجي أحكي لك مثلاً قيمته كم. فبرضه بدي أحكي لك هون إنه X and Y هل هم نفس القيمة؟ هل هم identical؟ فبهي الحالة راح يطبع لي false إنه هم مختلفين، لكن إذا أنا بحكي عن مقارنة، لكن هون ما عم بيعمل مقارنة، هون عم بيعمل مقارنات البت، فبتطلع عندي الإجابات مختلفة. مرة ثانية ما بدي تعرفوا تحولوا من صفر واحد لأرقام أو من أرقام لصفر واحد بالباينري، بس بدي أحدد هل الجملة ككود ككتابة برنامج بعتبرها صح ولا غلط. إذا بعتبرها صحيحة بحكي إن البرنامج صحيح. البرنامج أنا كتبته بشكل خاطئ، يعني إجيت شلت واحدة من الطرفين اللي هون بالشكل هذا، البرنامج مباشرة خطأ، معناته فيه إيرور. أوكي، فبس هي للتمييز إنه أنا البرنامج عندي عم بينكتب بطريقة صح ولا لا. إذا أنا حطيت الشكل هذا برضه طرف واحد غير كافي، لازم يكون في عندي أطراف اثنين، الإكس إشارة الأور الآن اللي هي الواي. إذا أنا بدي أستخدم إشارة أخرى اللي هي إشارة الإشارة المتعرجة أو المد، إحنا بالعربي بتنكتب بالشكل هذا إنه قبل العنصر اللي أنا بدي إياه، هاي شو معناها؟ إنه نط للبت الموجودين، فالأصفار رح يحولهم واحدات، الواحدات رح يحولهم أصفار ويتعامل معاهم. الكود صحيح، ما رح أشرح الصفر والواحد كيف إحنا بنحولهم، ما رح أشتغل عليهم، فقط لحتى نميز إنه كتابة الكود كيف بتكون صحيحة كيف بتكون خاطئة. نيجي على السطر اللي بعديه، هاي إشارة أقل من، إنه أنا مقارنة أقل من أو أكبر من، هاي أقل من أو يساوي، أكبر من أو يساوي، هاي بدي أحكي هل الإكس بتساوي بتساوي واي، هل هم نفس القيم بالضبط ولا لا، هدول إنهم ما بتساوي أو هاي الإشارة إنهم ما بتساوي. طيب شو نتيجة العمليات من السطر الأخير؟ بتكون النتيجة دائماً إما true وإما false، فرح نحكي عنهم برضو باستفاضة، بس خلينا ناخد as example إنه أنا الإكس قيمتها مختلفة عن الواي، بس خلوني أكمل بعد هيك بشرح لكم. فإجيت حكيت لك هل الإكس أكبر من أو يساوي للواي بالشكل هذا، فأنا كمقارن الآن شو طبع لي؟ true، لأنه الخمسة هي أكبر من أو يساوي الأربعة. تفضلي صبية.
دكتورة، هلا هاد اللي حكيتي قبل شوي هذول طبعا أكبر أكبر وهيك، ما بدي نتيجتهم، بدي نفهم بس إنه هدول إشارات مسموح فيهم داخل البايثون، وكيف لازم أنا أكتب المعادلة إذا بدي أحطهم فيها بس. طب أغلبك دكتورة عادي لو رجعتي حكيتي عنهم؟ تقدر ترجع تشوف الفيديو بعدين، أنه ما بدنا نضيع وقت عليهم، لأنه أنا ما بهمني تطلعي لي نتيجة منهم، بهمني بس الشكل العام. الشكل العام أوريدي كتبت كيف بيكتب، تمام؟ تمام دكتورة. في أي استفسار آخر؟ طيب لو إجيت هون أنا غيرت، إجيت حكيت لك أنه هل إكس، طبعاً هون طبع لي ترو لأنه قيمة الإكس 5 أكبر من أو يساوي الواي. لو إجيت حكيت أقل من أو يساوي بالشكل هذا رح يطبع عندي فولس، لأنه الخمسة مش أقل من أو يساوي قيمة الواي. لو حطيت أنا الإشارتين هدول أعطاني إياها خطأ، ليش؟ لأنه هذا السنتاكس مش أوكي. طبعاً إحنا حطينا لكم شكل تاني لعدم المساواة اللي هي الشكل هذا. في بعض الحالات ممكن إشارتين الأكبر والأصغر مع بعض، في حالات أخرى بياخد لي الشكل اللي عندي هون. شو معناها هاي؟ إنه هل إكس لا تساوي واي، إنه عندهم قيمتين مختلفات، فالإجابة هي ترو. إذن طلع هذا الشكل عندي عطاني عليه غلط. في نسخ بياخد لي إنه نفس معنى هاي الجملة، إنه لا يساوي، فبعض الحالات بياخد لي إياها، بعض الحالات بياخد لي هذا الشكل. إحنا ذكرناهم الثنتين لحتى إذا ذكرت أي واحدة في الامتحان أعتبرها أوكي، وأعتبرها أنه عدم مساواة بين الطرفين، تمام؟ طيب خلينا نجي على المعادلات الحسابية نبلش فيها. فبحكي لك إذا كان عندك المعادلة الحسابية كالتالي، هاي معادلة حسابية، 3 ضرب 7 ناقص 6 زائد 2 ضرب 5 على 4 زائد 6. إذا أنا بدي أفسر هاي المعادلة كأولويات، الآن دائماً الضرب والقسمة لهم أولويات متساوية، والجمع والطرح لهم أولويات متساوية. طيب إذا في عندي أكثر من عملية ضرب وأكثر من عملية قسمة وأكثر من جمع وأكثر من طرح، إذا كان عندي أكثر من ضرب وقسمة ببلش من الشمال لليمين. بحكي لك الأفضل من هاي النقطة أنه شو أعمل؟ أني أحط العمليات اللي أنا بدي لهم أولوية أعلى أحطهم داخل أقواس لحتى أضمن أنه أنا يصير عندي الشكل صحيح. لكن إذا كتبتها بالشكل الأول أو كتبتها بالشكل الثاني، البرنامج بيفهم بالأولويات، بيعرف أنه الضرب لها أولوية على الجمع والطرح. إذا في عندي أكثر من إشارة ضرب أو أكثر من إشارة قسمة معناته بلش لي من الشمال لليمين. طبعاً البرنامج اللي تحت هم المعادلتين السابقات اللي هي نفس المعادلة بنفس الأرقام، بس مرة مع أقواس ومرة بدون، فبالحالتين بيعطيني نفس النتيجة. هاي إذا طبقناهم المعادلة الأولى والمعادلة الثانية نفس الأرقام، شو الفرق بيناتهم؟ إنه هون حط لي أقواس أكثر لحتى يحكي لي إنه الأولوية لمين أنا بدي إياها بالأول. طيب لو حاولت أنفذ رح يعطيني نفس الإجابة بالضبط. إذا أنا غيرت هون خلينا نسميها N2 بدل N1 لحتى إنه ما حدا يحكي لي إنه عم بطبع لي إياه نفسه، فهي N2 وهي هون N2، فعم بطبع لي نفس الرقم بالضبط. طب ليش نفس الرقم بالضبط؟ ما إنه لأنه الأولويات نفسها، أنت ما عملت شيء غير إنك أنت حطيت ترتيب الأولويات بين الأقواس، حطيت الأولويات هاي بأقواس، ما حطيت الأقواس على الحالتين بيعتبر البرنامج أوكي، وعلى الحالتين بنفذ العمليات الحسابية وبشتغل لي عليها بدون أي مشاكل. أوكي؟ في أي استفسار؟ أي سؤال؟ فهون رح يضرب لي 3 ضرب 7 بالأول اللي 21، يحكي لي 21 ناقص 6 زائد 2 ضرب 5 اللي هي 10، العشرة تقسيم 4 اللي هي 2.5 زائد 6. الآن بس يوجد لي عمليات الضرب والقسم المختلفين، بروح يعمل لي إيش؟ الآن ببلش يشتغل لي على الجمل. فإذا أنا بدي أحكي كنتيجة عملية، ناخد كومنت نكتب فيها، فقيمة الأنوان شو بدها تكون؟ بدها تساوي 3 ضرب 7 اللي هي 21، هاي كأول أولوية، ناقص 6 زائد 2 ضرب 5 اللي هي راح يحسب لي الآن 10، بعد هيك يحكي لي القسمة 4 زائد 6.
بيرجع بيحكي لي الآن أرجع كمل العملية الحسابية. سوري. بيرجع بيحكي لي N1 تساوي الآن 21 زائد 6 سوري ناقص 6 هي زائد 10 على 4. 10 تقسيم 4 كم؟ اللي حكينا 2.5 زائد 6. الآن بقوم لي بعمليات الجمع والطرح. فإذا أنا بدي أحكي يساوي 21 ناقص 6 شو إجابتها؟ مين يحكي لي؟ هي 5 15 صح؟ شو رأيكم؟ حدا معاي ولا ما حدا معاي؟ صح دكتورة صح. طيب 15 زائد 2.5 زائد 6 راح يطلع عندي كم؟ اللي هي الرقم الإجابة اللي هي 23.5. طيب ليش بشكل النتيجة حطاني صفرين زيادة هون؟ لأنه يعني إحنا بالفورمات شو حكينا له؟ إني بدي تظهر ثلاث خانات عشرية. فثلاثة وعشرين ونص عندي خانة عشرية واحدة. الخانات الزيادة بحط مكانهم أصفر. تمام؟ أوكي؟ أي سؤال على هاي الجملة؟ طيب حدا يحكي لي شو السبب حطينا فلوت برا؟ لأنه هو رقم نتيجة العملية الحسابية بدي ياخد لي إياها كرقم كسري وما يعتبر لي إياها أنه رقم صحيح. طيب لو شفت شلت الفلوت شو بيطلع عندي؟ خلينا ننفذ هاي. شو عمل لي؟ نفس الشيء. ليش؟ لأنه اعتمد على نتيجة العملية الحسابية. فسواء كتبت الفلوت أو ما كتبتها الرقم والنتيجة نفسها. ليش؟ لأنه أنا عندي أرقام كسرية، الرقم الكسري بيعتبر لي الآن إذن هو بيأخذ أرقام صحيحة وكسرية وبيشتغل لي على أساسها. فسواء كتبت فلوت أو ما كتبتها أوكي. طيب لو حطيتها انتجر شو بصير؟ ما كتبت فلوت، حطيت انتجر الآن شو بيعمل؟ النتيجة شو راح يعمل؟ راح يشل لي الأرقام الكسرية، راح يشل لي النص 23. بعد هيك يطبع لي 23 حسب الفورمات إنه بدي ثلاث خانات عشرية فبحط لي أصفار مكان. تمام؟ فبأي الحالة بس يحسب هون بكمل عند آخر خطوة إنه 23.5 حول لي إياها لانتجار فبطلع معه الرقم 23. لما أنا أجي أطبع أنا حكي له بدي ثلاث خانات عشرية بتعطيني صفر صفر صفر. أوكي؟ ما بيقرب، شوفوا ما قرب لكم الخمسة بالعشرة، اعتبرها مش موجودة أبداً بحالة الانتجار. بحالة حطينا فلوت أو ما حطينا شيء نهائياً بياخد الرقم الكسري زي ما هو. أي استفسار على هاي المعادلة؟ ترى في سؤال تفضل بالشات، بالشات انه هل أولوية القسم، هل القسمة لها أولوية نفس باقي القسمة؟ بدكم القسمة قصدك اللي هي الانتجار اللي هي الإشارة المئوية هيك. باقي القسمة، باقي القسمة أوكي كأولوية هي عادة بتساوي بالأولويات. طيب خلينا ناخد، طبعا هون الإجابة رح تختلف. فهون بدل إنه 10 تقسيم 4 رح تصير باقي القسمة على 4. فعشرة باقي قسمتها على 4 كم هو الرقم؟ 2. فسواء هون حطيت انتجر أو ما حطيت شيء أبداً شو بده يطلع عندي الإجابة؟ اللي هي 23 صح ولا لا؟ فعطاني 23 بالجملة الأولى. إنسان الجملة الثانية اللي احنا ما عدلنا عليها. فالأولويات نفسها، فالضرب والقسمة والمد هدول لهم نفس الأولوية، بس بده يبلش من الشمال لليمين إذا كانوا موجودين كلياتهم. أي سؤال آخر؟ طيب نشوف another example للسلايد البعدية. إجي حكالي افترض أنه A قيمتها 2 زائد 3.5، B بتساوي 6 على 4 زائد 3.9 بالعشرة، والC بتساوي العملية الحسابية اللي فيها ضرب فيها طرح فيها جمع فيها قسم. الآن كل واحدة من هدول العمليات بنفذ ليها لحالها، بما أنه أنا عم بشتغل عليهم كل واحدة لحال بالشكل هذا. الآن أنا إجيت حكيت له print
للاي رجعت حكيت له print للبي اخر شيء حكيت له print للسي. طبعا البرنامج عم بيعترض لي على بعض الامور، ممكن تكون عندكم اشاره الطرح ماخذها بشكل مختلف. شفتوا شو عملت انا بالسلايدات؟ لها فورمات كخط نوع خطوط معينه، فاشاره الطرح اعتبر لي اياها انه هي رمز مش متعرف عليه، فبس شيلوها وارجعوا حطوها مره ثانيه. هلا اذا انا بدي اطلع على العمليات الحسابيه، الجمله الاولى هي عمليه جمع مباشره، ف2 زائد 3 ونص هي كم بده يطلع عندي؟ 5 ونص. الجملة الثانية هي 6 تقسيم 4 قسمة طويلة، فهي 1.5 زائد 3.9 بالعشرة، فهيطلع عندي 5.4. الجملة الأخيرة بدي أعمل عملية الضرب، فخمسة وأربعة ضرب 2 اللي بتطلع عندي 10.8 ناقص 13.6. ننتبه إنه الجزء الأول موجب والثاني سالب، والرقم الأول أصغر من الثاني، فبدي أعرف أعمل عملية الطرح وكيف الشغل عليهم. زائد 18 على 2 فبتطلع عندكم الإجابة 6.2 بالعشرة. طبعاً مع الأرقام دوري لأنه أنا ما عملت فورمات أبداً، ما عملت أي فورمات أبداً على الرقم، ففرجاني عدد خانات حسب البرنامج نفسه كم بياخد خانات في النهاية. فبدكم تنتبهوا لما يكون في عمليات فيها أرقام موجبة وسالبة كيف أنا بدي أتعامل معها، كيف أنا بدي أشتغل عليها لحتى الأرقام تطلع معي كنتائج صحيحة. دكتورة تفضلي. هلأ لو بدي أحط مثلاً سي إنه ما تكون كل هذا عدد الدوري كامل، بحط هاي تاعت العلامة النسبة المئوية بعدها 0.3 مثلاً، صح؟ يس، مش شرط 0.3، يعني ممكن أنت تحكي له 0.0 إنه أنا ما بدي خانات عشرية أبداً. تمام. هلأ بحكي إنه مثلاً print يس تيجي بتحطي لي هون هيك، تيجي بتحكي إشارة المود point، مثلاً بدي خانة عشرية واحدة، بتكتبي حرف الأف بجنبها. برا بدي انتبه انه ارجع اكتب اشاره البرسنت مره ثانيه لحتى يفهم انه انا بدي اعمل فورماتنج للسي. فهون انا حكيت له بدي خانه عشريه واحده فجاب لي 0.2. طبعا هو بيعمل عمليه تقريب لكل الخانات الموجوده بناء عليها بفرجيني الاثنين بالعشره هاي. فهون طلع كلهم اصفر واحد، ولا واحده بتتقرب، فاعطاني ال 0.2 فقط لا غير. تمام. اي استفسار اخر؟ ترى لو حكيت له انه برنت A زائد B زائد C بيقدر نقولها؟ اكيد، يعني اذا اجينا حكينا هيك انه انا بدي اطبع مجموع ارقام، ممكن جمع وطرح، يعني مش بس وضرب، A زائد B زائد C، بس ما نحطهم داخل دبل كوتيشن، نحطهم بالشكل هاد، فبحسب لي اياها الاجابه هي 17.1 بالعشره. اوكي؟ في اي سؤال اخر؟ في الامتحان رح يجيكم اكسبريشن زي هيك، ونحكي لكم شو نتيجة العملية التالية. هل أول شيء بدك تتأكد البرنامج ما فيه أخطاء، العمليات عم تنكتب بشكل صحيح، يعني أنا إذا هون اجيت على البرنامج وشلت إشارة القسم بالشكل هذا، حاولت أنفذ البرنامج أعطاني خطأ مباشرة. طب شو الخطأ؟ إنه أنا في عندي رقمين موجودات وإشارة العملية الحسابية مش موجودة. إذا أنا شلت إشارة الجمع أو شلت إشارة الرقم هون 3.5، فالبرنامج إذا أنا حاولت أنفذه البرنامج خاطئ. فالعمليات الحسابية لازم يكون عندي طرفين، كل عملية حسابية لازم يكون في عندي طرفين، فإذا أنا شلت واحد من الطرفين رح يعطيني خلل في البرنامج اللي موجود عندي. تفضلي. حكيتي إنه البايثون هي عبارة عن إنه بتطبع سطر سطر. يس، بس انه اذا من البدايه عندي غلط او في عندي قيمه متغير غلط راح يعتبر البرنامج خطا. طيب اجيت هون شلت هاي الجمله بس بشكل هذا، ها اعترض لي عليها. طيب لو انا كاتب الكود هون في الانتربريتر كل جمله راح ينفذها لحالها، ما راح يعترض غير على الجمله الغلط. هلا هو اعترض على كل شيء هون، اعترض على كل شيء لانه اعتبر انه هذا كود كامل كله تابع لبعضه البعض. طب انا كيف انه مثلا افصل بيناتهم؟ دائما لما يكون خطا في البرنامج الاجابه البرنامج غلط.
ببدايته بنهايته بعتبر البرنامج كله غلط. تمام؟ لا أنا قصدي دكتورة أنت حكيت إنه بيطبع سطر سطر، يعني مثلا سطر الأول ما فيه أي غلط فبيطبعه عادي. طيب سطر... إذا أنا شلت الجملة هاي رحت على الانتربرتر هون كتبتها هون كنترول في عملت انتر بنفذ. طيب إذا أنا أخذت الجملة الثانية طبعا ما فيها جملة طباعة مشان هيك ما طبع لي شيء، أخذت هاي الجملة حطيتها هون عملت له انتر بنفذ، جيت أخذت الجملة الأخيرة وعملت فيها خلل أو أخذت جزء منها هيك كنترول سي وحطيتها هون عملت انتر أعطاني خطأ على الجملة الأخيرة. تمام؟ هاي معنى أن انتربريتر أنه بيمشي جملة جملة، أنه أنا بكتب في منطقة التحرير أو منطقة النتائج النهائية، لكن إذا أنا كتبت على الكود إديتر رح يعتبر أنه هذا برنامج كامل متكامل كل الجمل تابعين لبعضهم، أي خلل في أي جملة رح يأثر على البقية. تمام؟ أي استفسار آخر؟ طيب نكمل. في الامتحان طبعا مرة ثانية بيجيك المعادلة أنت بدك تحسب لي إياها، بدك تحكي لي بالأول أول شيء البرنامج صح ولا غلط، بعد هيك تقوم لي بالحسابات المختلفة. طيب تفضلي. نعم بمعنى آلة حاسبة. هلأ كآلة حاسبة ممكن تعطيك نتائج مختلفة جربوها، بس ممنوع الآلة الحاسبة فعليا. هلأ لحد الآن الامتحانات رح تكون في الجامعة إلا إذا صدر قرار جديد فبتصير الامتحانات أونلاين، لكن مبدئيا الامتحانات رح تكون في الجامعة. طب دكتورة هلأ أنت جبتي أمثلة مثل هيك حل وهيك، فإحنا كيف نطلع الجواب إذا ما في آلة حاسبة؟ يعني بدك تحسب الأرقام بسيطة يعني مش كتير، بدك تكوني عارف الأولويات. يعني لما أجي أحكي لك 5.4 ضرب 2 كم نتيجتها؟ هي 10.8 بالعشرة ناقص 13.6. طيب أنا إذا الرقم الأول موجب والثاني سالب كيف بدي أتعامل معه؟ بدي أوجد نتيجة الطرح الآن. تمام دكتورة، بس أنا قصدي مثلا يكون باقي القسمة أو شيء مثل هيك. باقي القسمة عادي اقسمي ما رح يكون أرقام كبيرة. يعني لما أحكي لك مثلاً 16 تقسيم 3، 16 تقسيم 3 هي 5 ضرب 3 15، معناته الباقي عندي 1 صح ولا لا؟ ما رح تكون أرقام خيالية أو صعب كتير، رح تكون أرقام بسيطة. الهدف منها أنه نشوف أنت فهمان كيف عم بيشتغل، فهمان شو يعني هاي العملية الحسابية أو لا. مش أنه أروح أختبركم رياضيات، ما بهمني أختبركم رياضيات. أوكي؟ في أي استفسار آخر؟ طيب نكمل على الإكزامبل اللي عندي اللي هو نفس الإكزامبل السابق، فستة تقسيم أربعة زائد 3.9 بالعشرة. طيب هذا عبارة عن إيش؟ ستة تقسيم أربعة هو 1.5 زائد 3.9 بالعشرة اللي هي بتطلع عندي الإجابة 5.4. طيب ليش 3 خانات 10؟ حكينا هاي حسب الفورمات، إنه أنا هون حكي له بدي 3 خانات 10. حكيت له ما بدي خانات عشرية أبداً، بحط لي 5 لحالها. طبعاً إذا حطيت تون 0 بعطيني 5 لحالها، إذا حطيت 1 بعطيني 5.4 فقط لا غير، حطيت له 3 بفرجيني 3 خانات 10 وهكذا. هلأ هون حكينا إذا حطيت فلوت أو ما حطيتها، بما أنه رقم كسري النتيجة رح يجيب لي إياه زي ما هو، لكن إذا حطيت انتجر معناته رح يشيل لي كل الكسور ويعتبر لي إياهم مش موجودين أبداً ويأخذ لي الرقم الصحيح اللي هو 5 فقط لا غير. أي استفسار لغاية هون؟ دكتور عندنا بسلايد مكتوب P تساوي 4. غيروها، هاي كان إنه فيها يمكن خلل معين عدلوها. أي سلايد بختلف عن اللي أنا عم بشرحه اعتبروا انه هاي المشكله انه انا صلحتها وانا عم بشرح لكم عليها. لما انا فتحت السلايدات قراتهم انه انا حليت المشكله او الخلل اللي عندكم. تمام؟ اي استفسار لغايه هون؟ طيب ناخذ another example. بحكي لي اذا كانت عندي العمليه كالتالي، خلينا ناخذ الجمله الاولى هاي انه الاكس فلوت والواي فلوت والبي بتساوي اكس على واي والكل الاجابه بدي اياها فلوت. رح ألغي هاد، أحكي له بالشكل هاد. طيب شو معنى الجملة الفلوت؟ ليش عم بيعمل لي convert to float بالشكل هاد؟
خلينا نطبق البرنامج. البرنامج شو بحكي لي؟ إنه الـ X قيمتها 22، الـ Y قيمتها 7. لما أنا بدي أقسم 22 على 7 قسمة طويلة، فراح يطلع عندي 3 فاصلة رقم بالعشرة. فبرنت بدي أطبع النتيجة اللي هي الـ P هون، أحكي له أطبع للـ P، فراح يطلع عندي 3 فاصلة، طلعوا شوفوا الخانات العشرية الموجودة عندي، لأنه أنا ما عملت فورمات، راح يفرجيني الخانات العشرية كلها. طيب لو إجيت أنا هون حكيت لك هاي مش فلوت، ما بدي أحطها، وهون نفس الشيء ما بدي أحط فلوت، هل رح تختلف الإجابة؟ طبعاً لا، رح يضلها الإجابة نفسها. طيب لو إجيت أنا شلت الفلوت كمان من هون، ننتبه إشارة القسمة عندي إيش؟ هاي قسمة طويلة، فضلت الإجابة نفسها. طب ليش حطيناها؟ حطيناها فقط هي للإحتياط، إذا أنه الأرقام اللي عندي أرقام صحيحة سوري أو أرقام نتيجتها بتطلع النتيجة رقم صحيح في النهاية، وأنا بدي في المستقبل إنه هذا المتغير ياخذ لي الأرقام الصحيحة والكسرية كلياتهم، فبهي الحالة ممكن أحط الفلوت من البداية، ما بدي بقدر أشيلها، بس في المستقبل إنه هذا المتغير ما رح ياخذ أرقام كسرية أبدا. يعني لو إجيت هون بعد جملة البرنت حكيت لك خلي الإكس تساوي 1.5، أخذ لي إياها، طيب بدي أنفذ البرنامج برضو ما اعترض لي، فهي فقط نوع من type conversion، بس مشان أنا أكون فهمان إنه أنا الإكس بدي تاخد أرقام صحيحة وكسرية دائما، الواي بدي تاخد أرقام صحيحة وكسرية دائما، البي بما أنه أنا محدد نوع القسمة إنه هاي طويلة بيجيب لي النتيجة رقم float. إذا أنا حطيت نوع القسمة هون اللي هي الانتجر اللي إشارتين قسمة بيجيب لي النتيجة هي انتجر، فبناء على العمليات اللي أنا اخترتهم بحدد لي النتيجة النهائية، بحدد لي نوع المتغير. لكن إذا أنا بدي أثبت من البداية النوع المتغير هذا لمكان التخزين اللي عندي في المين ميموري إنه دائما بدي إياه float، فممكن أحط type conversion أو أكتب كلمة float بشكل صريح. تمام؟ أي سؤال لغاية هون؟ طيب نرجع على السلايدات ناخذ الإكزامبل الثاني، هذا حليناه، هذا البرنامج وهذا البرنامج نفسهم، بس إذا حطيت لكل واحدة فلوت على جنب أو حطيت للإجابة النهائية كلها فلوت برضو نفس الشيء، ما بيعمل لي أي اختلافات أبدا. هون ليش اختلفت عن هون جملة الطباعة؟ طلع هون 0.4، هون 0.4.00، فهون لأنه حطينا واحد بالقيم العدد الكسرية، هون حطينا بدي إياهم 3، مش لأنه النتيجة مختلفة، لأنه إحنا حكينا بالفورمات هون بدي خانة واحدة، هون حكينا بدنا 3 خانات. أي سؤال لغاية هون؟ طيب أكمل على اللي بعده. مرة ثانية هاي الرموز كلها مسموح فيها داخل البايثون، استخدمنا السنجل كوت والدبل كوتيشن للنصوص المختلفة، إنه أنا بدي أطبع نص زي ما هو بدون تغييرات، بدي ياخد اللي داخل السنجل كوت أو داخل دبل كوتيشن، فهون هاي فقط لعملية الطباعة أو للنصوص، فممكن ناخد الشكل الأول أو الثاني. طبعاً لازم يكون عندي البداية أحط السنجل كوت وفي النهاية أو الدبل كوتيشن وفي النهاية الدبل كوتيشن. حكينا إشارة الساين باوند هاي إذا أنا بدي أكتب كومنت، حكينا الإشارة هاي إذا أنا بدي أعمل line continuation. طيب نروح على السطر اللي بعديه، خليني أستثني إشارة الآت هاي، رح ناخد اللي هم هدول الأقواس الأنواع المختلفة، هدول الأقواس رح نعملهم أو نستخدمهم مشان نحكي إنه مجموعة جمل تابعين لجملة معينة. إذا كان عندي condition مثلاً، وإذا كان الكونديشن صحيح بده ينفذ لي مجموعة من الجمل وليس جملة واحدة، فممكن نستخدم أنواع الأقواس التالية داخل البايثون. بس إذا بدي أستخدم القوس بدي أفتحه هيك بدي أسكره هيك، مش أفتحه بالشكل هاد وأروح أنهيه بقوس بنوع مختلف أبدا، مختلف عن بعضهم ما بتزبط. الفاصلة إذا انتبهتوا استخدمناها في البرنت، فممكن إني أستخدمها. إشارة المساواة حكينا هاي للأسايمنت، باقي الإشارات بس نوصلهم رح نفهم معناهم ورح نحكي عنهم بالتفاصيل. الإشارات اللي تحت هي هاي للإكسبوننت، هدول حكينا اللي هي عملية الشيفت والإكسور والأور والآند للباينري، هدول ممكن نحطهم قبل المساواة. طيب شو بالنسبة لهدول؟
هون إذا أنا بدي أعدل عقيمة المتغير بقيمة معينة، خلينا نكتب أمثلة عليهم. دكتورة لو سمحت نيجي على السطر هذا نحكي عنه بالتفاصيل، معلش خلوني بس أكمل شرح بعد هيك تسألوني. دكتورة مو سؤال، تفضلي. يسلموا الدكتورة، بس دكتورة عنده محاضرة على 3:30 تماما، الدكتور على 3:31 دقيقة بيسكر الميتنج، فمضطرة نفتح. طيب لسه في 10 دقائق بس، خلوني أشرح السلايد دكتورة بس بعد هيك بنعمل أوف. تمام دكتورة، بس دقيقتين عطوني، بس بدي أشرح النقطة هاي إنه شو يعني إشارة الجمع قبل المساواة أو الطرح قبل المساواة. الضرب كلياتهم بشكل عام رح أخذ إكزامبل عليهم فقط لا غير. الآن أنا بدي أشيل هاي، بدي أجي أحكي لك هون B plus equal قيمة X. شو معنى هاي الجملة؟ إنه اجمع لي على قيمة B قيمة X اللي عندي. طيب أنا أصلاً ما بعرف شو هي B، فهاي الجملة مشان هيك اعترضني عليها. أنا لازم أكون عارف إنه B قيمتها مثلاً 2. بعد هيك بحكي لك إنه ضف لي على B بمقدار X. طيب هون إذا بدي أطبع البي شو رح يعمل؟ أول شيء رح يعرف لي إنه الأكس 22، الواي 7، البي قيمتها 2. بس يجي هاي عبارة عن إكسبريشن، شو معناها؟ إنه إذا أنا بدي أكتبها كرياضيات، هاي معناها إنه بي بتساوي بي زائد إكس بهذا الشكل. لكن هاي الطريقة المختصرة لكتابتها. فبجيب لي قيمة البي اللي هي 2، قيمة الواي اللي الاكس صار 22، فبجمع لي اياهم فبطلع مع النتيجة اللي هي 24 عندي تحت. طبعا اللي بنطبق على الجمع بنطبق على الضرب، انه انا 2 ضرب ال 22 فبتطلع عندي ال 44. اذا انا حطيت اشارة الموديولس انه 2 باقي قسمتها على 22، بما ان الطرف الاول اصغر فرح يطبع لي ال 2 نفسها. الإكسبوننت إنه 2 قوة 22 بالشكل هذا، فبدي أطبعها فأعطاني الرقم الكبير هذا. واضح؟ هي فقط بس إنه أنا بدي أختصر العملية اللي عندي، ما بدي أرجع أكتب البي كمان مرة، فبحط إشارة الجمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة قبل المساواة. طيب إذا كانت عندي معادلة كبيرة، خلينا نأخذ المعادلة هاي نفسها. هون إشارة الضرب X، هون ضرب Y بشكل هاد أو ضرب 2. هاي شو رح يعمل لي فيها؟ مين الأولوية لمين؟ أو خلينا هون إشارة جمع اللي قبل المساواة لحتى نميز الأولويات. لمين الأولوية إنه يعمل لي B؟ طبعا هاي شو معناها؟ B زائد X ضرب 2. الأولوية لمين المفروض تكون؟ مين يحكي لي؟ الأولوية هي للضرب، فإكس ضرب 2 رح ينفذ لي إياها، فهي 44 زائد قيمة البي اللي هي قبل المساواة. فدائماً الجزء اللي قبل المساواة بنعتبر أنه هو له آخر أولوية، واللي بعد المساواة هم اللي إلهم الأولوية القصوى. طيب لو عكست هون، عمل الضرب هيك وهون الجمع، شو رح تطلع النتيجة؟ رح يحكي 22 زائد 2 24، 24 ضرب 2، أو خلينا نغير الرقم لحتى ما نضل عليه نفسه، إنه X زائد 3. 22 زائد 3 كم؟ 25 بدي أضربهم في 2 رح تطلع مع النتيجة كم؟ 50. فالأولوية دائما للجزء اللي بعد المساواة، بعد هيك بناخد اللي قبل المساواة. المرة الجاية ذكروني بس أعطيكم another examples على هذا الموضوع. لليوم بكفي، ويعطيكم ألف عافية، ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم.